واحد بيقول في شرح حديث إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فهل يجوز لشارح الحديث أن يقعد يعمل كده؟ هل يريد أن يشير بأصابعه كأنه بيجسد أو يمثل هذا الحديث، حوله إلى مشهد عملي؟ طبعا مقصوده ليس تشبيه الله بخلقه، مقصوده تقريب المسألة إلى الناس. نعم، نقول له لا ينبغي له أن يفعل ذلك لما يتضمنه من إيهام التمثيل، والله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ما طرى في ذهنك فالله سواه، كل ما طاف بخيالك فالله جل جلاله سواه. واحذر في عالم أسماء الله وصفاته أن تنشد علم الكيف، فهذا محجوب عن العقول البشرية، لا تطيقه ولا تدركه. عندما سئل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، يعلم الناس المعنى اللغوي لكلمة الاستواء، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالقاعدة في باب أسماء الله وصفاته إثبات الوصف ونفي الكيف، تفويض في علم الكيف إلى الله سبحانه وتعالى. وأبيات جميلة أحب أن أذكر بها دايما إخواني، يقول لك اسمعها واستمتع بها. سعى ليدرك كنه الله خالقه، وأوغل السير في سهل وفي جبل، حتى إذا لم يجد من سعيه أملا وأوشك العقل أن يختل من كلل، رأى غلاما بشط البحر مجتهدا في حفر بئر بلا يأس ولا ملل، فقال مهلا ماذا تبتغي؟ عايز إيه؟ فرنا إليه في همة كبرى وفي أمل، وقال إني أريد البحر أنقله لهذه البئر. هل لازلت في عملي؟ ممكن يعني كان يبني. فقال ويحك، هذا البحر تنقله لهذه البئر، هذا منتهى الخبل. فقال حسبك يا من جئت توعظني، لقد تجاوزت في لومي وفي جدلي، أأنت أكبر أم رب الوجود مدى حتى ترى نقله في عقلك الثمين. يا من ينكر علي أن أنقل بحرا إلى بئر، ألا تنكر على نفسك أن تنقل كنه الله سبحانه وتعالى وكيفية أو كيفية أسمائه أو صفاته إلى عقلك البشري القاصر المحجوب؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله.